الأصحاح الثالث عشر. والآن أنا قادم إليكم مرة ثالثة، والكتاب يقول: لا حكم في أي قضية إلا بشهادة شاهدين أو ثلاثة. عند حضوري في المرة الثانية قلت للذين خطئوا فيما مضى ولسواهم ما أقوله اليوم وأنا غائب: إن عدت إليكم فلا أشفق على أحد. ما دمتم تطلبون برهانا على أن المسيح ينطق بلسانه، والمسيح غير ضعيف في معاملتكم بل قوي بينكم، ومع أنه صلب بضعفه فهو الآن حي بقدرة الله، ونحن أيضا ضعفاء فيه، ولكننا في معاملتنا لكم سنكون بقدرة الله أحياء معه. امتحنوا أنفسكم وحاسبوها، هل أنتم متمسكون بإيمانكم؟ ألا تعرفون أنفسكم وأن يسوع المسيح فيكم؟ إلا إذا كنتم فاشلين، أما نحن فنرجو أن تعلموا أننا غير فاشلين، ونصلي إلى الله أن لا تعملوا شرا، لا ليظهر أننا ناجحون، بل لتعملوا أنتم ما هو خير ولو ظهرنا نحن بمظهر الفاشلين. فنحن لا نقدر على مقاومة الحق بل على خدمته، وكم نفرح عندما نكون نحن ضعفاء وأنتم أقوياء. وما نصلي لأجله هو أن تكونوا كاملين. أكتب إليكم وأنا غائب لئلا أعاملكم بقسوة وأنا حاضر، حسب السلطة التي وهبها الرب لي للبنيان لا للهدم. والآن أيها الإخوة، افرحوا واسعوا إلى الكمال، وتشجعوا وكونوا على رأي واحد وعيشوا بسلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، يسلم عليكم جميع الإخوة القديسين. ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً.